اولا مرة اخرى نشكركم على الحضور ديالكم معنا. اليوم كيف ما كتعرفوا هو العيد الدولي للموسيقى وبالطبع مدينة الرباط في اطار الاحتفالات ديال الرباط عاصمة الثقافية الافريقية والاسلامية تحتفل هي كذلك بهذا الحفل الهام، لان حان الوقت بعد ما عشنا هذه السنتين ان ترجع الثقافة، ترجع الموسيقى، يرجع الفن لمدينة الرباط، وعبر مدينة الرباط جميع الاقاليم وجهات المملكة حتى هما يحتفلوا بهذا العيد اللي كنعتبره هو مهم جدا رمزيا، لان الموسيقى هو احتفال ديالها يومي، ولكن رمزيا كنقوموا بهذه الاحتفالات باش نذكروا بان بالدور اللي كتلعبوا الموسيقى لا بالنسبه للشباب والشابات لا بالنسبه للمغاربه. مدينة الرباط من أجل الاحتفال بالرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، اليوم تنحتفلوا باليوم العالمي للموسيقى أيضا من مدينة الرباط، وعطينا انطلاقة ديال واحد لاباغاد اللي هي بغينا نشاركوا بها الساكنة الرباطيين باش يكون هذا الاحتفال هو شيء اللي مش مشروك مع الساكنة الرباطية. إذا هذه السنة الرباط استطعنا أن نحتفلوا بها كعاصمة الثقافة داخل العالم الإسلامي، واليوم تنحتفلوا بها كعاصمة الثقافة داخل العالم الإفريقي، وهذا هو شيء إيجابي. بطبيعة الحال الموسيقى هي مسألة اللي تغذي الروح واللي تنبغيو أننا نتقاسموها مع الساكنة الرباطية.